مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول حدث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023، والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود. وقد أكد الرئيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.